فإن الحسد عياذا بالله من أعظم أمراض القلوب، وهو يشيع في فئة من دون فئة. ويقول بعض العلماء: لا يخلو جسد من حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يظهره. فإن الحسد عياذا بالله قد يدفع صاحبه إلى أن يغضب، وإذا غضب قد يدفعه غضب إلى الانتقام، وانتقامه قد يدفعه إلى أن يخوض في عرض أخيه أو دمه أو ماله. فلا هو بالذي دفع فضل الله عن أخيه، ولا هو بالذي جلب الفضل إلى نفسه، ولا هو بالذي سلم من الإثم. والله عز وجل جعل الحسد مما ابتلي به بنو إسرائيل، وذكر ذلك تبارك وتعالى في كتابه: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والعرب في كلامها إذا أرادوا أن يمدحوا أحدا قالوا: فلان محسد. ما معنى محسد؟ كثير النعمة، فكثرة النعم التي تفضل المولى بها عليه جلبت إليه حسد الحاسدين. وكيف يدفع الإنسان الحسد؟ يتعوذ بالله أولا، وما مثل المعوذتان شيء، دلت على ذلك الآثار عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. ويتجنب الإنسان مواطن من يعلم أن في قلوبهم حسد، أن في قلوبهم حسدا عليه. ولا داعي لأن تظهر ما فاءه الله عليك في كل ملأ، ولا أن تظهره. وقد روي شيء من هذا عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: ولو قرأت التاريخ وأيام الناس وأحوال العباد وتراجم الرجال لوجدت في هذا عجبا، كيف يحسد الناس بعضهم بعضا. فبعض من يحسد يضعف ويقبل بتسلط حساده عليه، وبعضهم يقوى ويهيئ الله له أن يرد، وبعضهم ينجو حينا ويقع أحيانا. ولو رأيت حكمة أم رومان زوجة أبي بكر أم عائشة، فهي لما أرادت أن تخفف الوطأ على ابنتها عائشة لما رميت بقضية الإفك، قالت لها: يا بنيتي، إنه قلما أن تكون امرأة لها حظوة عند زوجها إلا أكثر الناس عليها، بمعنى أن مقامك معروف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الأنصار تتوخى يوم ليلة عائشة بالهدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالأم البصيرة العارفة علمت أن هذا لن يتركه الناس، فهذا من أسباب وقوع أولئك المنافقين في عرض الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات. والذي يعنينا أن هذا أمر من أعظم أمراض القلوب، ينبغي على المرء أن يتخلص منه ما أمكن.